اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ برنامج الحل السياسي وأمانة حلب للثوابت الوطنية تؤكدان ضرورة التصدي للحرب الاقتصادية والإعلامية والسياسية على سوريا. روسيا تطالب الغرب بإرغام المعارضة على الانخراط بمساعي الحل السياسي للأزمة في سوريا. أوباما يقر بضرورة الحل السياسي لكنه ماض في تسليح الإرهابيين وتغطيتهم. كنا عايشين الله وكيلك بخوف ورعب، والأطفال حتى الله وكيلك تضل مرعوب، تضل أكل هم يعني إنه، والحمد لله بهمة الجيش، الجيش السوري يعني حمانا ورجعنا لبيوتنا والله يخليه ويقويه. بواسل قواتنا يعيدون الأمن لبلدتي البحدلية وحلبون في ريف دمشق وقرى عدة في ريف حما الشمالي. الإخوان خاينين البلد. لليوم الثالث على التوالي المصريون يواصلون انتفاضتهم ضد قرار مرسي تعيين محافظين جدد ينتمون إلى الإخوان. نور سلمان طالبة سورية تنال الشهادة الثانوية العامة متفوقة على جميع أقرانها في المدارس الأمريكية. نشرة 8:30. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.